الفريق الفنان التشكيلي المختار غيلان بمدينة الحصر الكبير. بدأ حياته الفنية في أواخر الستينات، سافر إلى عدد كبير من بلدان العالم، منها المملكة العربية السعودية، الجزائر، تونس، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا وإنجلترا، والتي استقر بها 10 سنوات، حصل من خلالها على تجربة عالية وتقنيات متعددة في الفن التشكيلي، من الواقعية والانطباعية إلى السريالية والتجريدية واتجاهات أخرى حديثة. فتح معرضه القار بمدينة لوتن بإنجلترا، وبرزت لوحاته في عدة معارض بالمملكة المتحدة وببعض الدول الأوروبية والإفريقية. ويعد المختار غيلان أول فنان تشكيلي مغربي يرسم لوحة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تربعه على العرش سنة 1999، كما قام بإنجاز لوحات حول الصراع العربي الإسرائيلي وكذا حرب الخليج الثانية المدمرة التي تركت في نفسه حزنا شديدا، جسده في لوحاته التي انتشرت في كثير من بقاع العالم، تلخص مسارا تشكيليا قل نظيره. يطرح في أعماله تساؤلات بتقنيات متباينة، يمزج التعبير مع التجريد والانطباع مع السريالية، وقد تجده أحيانا يتجاوز الشكل والمكان لحساب الضوء والفضاء أو العكس، متخذا من اللون والطبيعة محورا ومرتكزا هاما في أطروحاته التي منحته لقب ملك الألوان. ليس هذا فقط، بل تشده رغبة قوية لدخول جينيس للأرقام القياسية كأسرع فنان تشكيلي في العالم، لقب يتمناه لا لشيء سوى إهدائه لأبناء مدينة القصر الكبير.